المحرك ركله جزاء وركله جزاء للمحرك تصل دقيقه 87 حمد الصوله جول هذا الثاني محرقين وليد بكل هدوء يمرر كورته كرة باتجاه اسماعيل يا سلام يا سلام اها خماسية والمحرك 100% محمد صولة يسجل الهدف الخامس ويتعرض للشد العضلي بعدما قدم المحرك جميع فنون لعبة كرة القدم في هذا اللقاء ليتوج الأداء العالي بهدف هدف الخامس الآن سمعة يصنع وصولة يسجل هكذا الحكاية هكذا الرواية علي عيسى يستقبل 5 أهداف خماسية محرقاوية هذا الدين أيام العربية والسعيد وحسين باب هوب داخل الشباك وصارت 2-1 2-1 وصعب على اشرف وعيد وخذ مباراة في الدقائق القادمة تعال المحرك هنا العرضية وهنا التسديد جول 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 هدف نارية نارية من صولة صولة وضعها قوية وسجل الهدف الثاني أي عودة للدين أي عودة للدين وأي عودة من صولة بالقدم اليسرى في وقفة الغاية بكورة نعم لعبوها صح نعم شاهد يا ساتر عليك يا صولة يا ساتر على تسديداتك ويا ساتر على القدم اليسرى لمحمد صولة نعم الليبي والورقة الرابحة لما اسماعيل 35 سنة لعبها بشكل ممتاز لمحمد صولة اللاعب الليبي اللي لديه عرضين يفكر فيهم اللاعب الليبي المميز هذا اللي امامكم محمد صولة قادم من اهل طرابلس من ليبيا الحبيبة واللاعب صرح من 25 سنة أن لديه عرضين عرض من اتحاد العاصمة الجزائري وعرض سعودي من الدول السعودي من ونادي السعودي يحاول في هذا اللاعب محمد صولة ممكن يكون طارق جايب جديد في بدايات شوف
حطها نقطة انطلاق له. صالة 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 بيجرب ويسجل صالة إلى خارج الملعب ضربة جزاء. هناك ممكن تغيير قادم لمصلحة الرفاع. خلينا نشوف كرة على ناحية اليمنى، ممكن الهدف الثاني، الهدف الثاني. الليبي صولا عامل جولة، نعم الليبي يبرهن على الأمنيات الحقيقية ويسجل الهدف الثاني. المحرك الملكي يقترب من الوصول إلى المنصة الملكية والجماهير تفرح بالهدف. نعم الملكي في الشوط الثاني، شكل ثاني، لون ثاني، الأحمر الملكي شيخ الأندية الخليجية ينجح بهدف غاية في الروعة، غاية في الجمال. وفي الحياة محمد صالح بدون فلسفة حطها بالجول. الله عليك الله عليك، نعم تستاهل الإعادة. علي جمال ممكن هدف ثالث، ممكن هدف ثالث. صالح للوصول حكم المباراة أول كان أخطر. فرصة الآن على طريق اللاعب محمد صولا. صولا محمد صولا محاولة يا سلام، مر 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 هدف على طريقة ميسي، هدف على طريقة ليونيل ميسي. على محمد صولا. صولا يتلاعب بالمدافعين ويعلن عن الهدف السابع لمصلحة فريق الأهلي. يا صولا، يا صولا، يا سلام يا سلام. ربما قلت انك تشاهد ليونيل ميسي. لاحظ يا سلام على المرور، مر 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 يا سلام بشكل مميز، ولعب الكره في الجهه اليمنى لتتهادى نحو الشباك ليعلن عن الهدف السابع. مر من جانب اللاعب مسعود ابو عجيله، من جانب اللاعب مسعود ابو عجيله يشاهد ويتابع ويناظر على الامكانيات الكبيره وعلى الاداء العالي وعلى المراوغه والفنيات المميزه. We'll be right back.
الثاني. على الهدف الثاني، هو على الصولة وضعها، وبعد ذلك